مرحبا بكم احمد شبشوب، انا فونداتور نتاع ديفنس لاب، بواتا سيبر سيكوريتي في تونس. احنا اون ديليفر لو سيرفيس دو بروتيكسيون دو سيبر سيكوريتي لشركات في تونس وخارج تونس. واليوم الموضوع هذايا هو موضوع يهم الناس الكل، يهم الشركات الكل، يهم سيكتور بيبليك سيكتور بريفي. واليوم اللي نلاحظوا فيه اللي في العالم كلها واحد من لي بريوريتي نتاع الشركات هو السلامه والسيبر سيكوريتي اكوز دو دي توندونس تكنولوجيك. دونك اليوم فما ابوندونس دو لانتيليجونس ارتيفيسيال، فما ابوندونس دوتيليزاسيون دي تكنولوجي، خلى مشيرة الاخرى الريسك يولي كبير على الشركات على البزنس. هذاك علاش اليوم يلزم نردوا بالنا على معطياتنا، نردوا بالنا على شركاتنا، ردوا بالنا على الكليونات نتاعنا، وردوا بالنا على الريبوتاسيون نتاعنا. بارابور للكونتكست هذايا في تونس اليوم فما 3 أو 4 شركات جدد قاعدين ينشطوا في المجال هذايا. عندنا بوتنسيال كبير نتاع دي بروفيسيونيل، دي كونسلتان، دي بيرسون كي سون باسيوني دو لا سيبر سيكوريتي. ونشوفوا اللي اليوم الكونتكست هذا ينجم يكون اوبورتونيتي. دونك اليوم في تونس اون بو سانستالي، اون بو كري دو لا فالور، كيف اون بو كري دي سوليوشن انوفانت اللي ينجموا يمكنوا الشركات التونسيه باش يكون عندهم دي بارتنير توانسه اللي يكونوا عندهم لا ميم كاليتي وحتى بارفوا خير من شركات انترناسيونال. ومن تونس زاد نجمو نكسبورت ونجمو حتى نكونو parmi les premiers les meilleurs في الريجيون في افريقيا وحتى في العالم. يلزمنا نكونو واعيين بالشيء هذا، يلزمنا نكونو كونسيون بارابور للمناس، وزاد كيف يلزمنا نستغلو لوبورتونيتي. دونك اليوم احنا كشركه ديفنس لاب اون ا ايسي دتر دون سو كونتكست لا، وندعو les acteurs اللي موجودين حتى من الدياسبورا باش يكونوا انتريسي باش يستلموا روحهم في تونس باش نجموا اون كري ان ايكوسيستيم. دونك اللوجيك نتاع الايكوسيستيم هي اللي باش تخلي، كان نحبوا نحكيوا على لوبورتونيتي باش تخلي اليوم لي ستوديون الشباب لي بروفيسيونيل يمنوا بالحكايه ويقعدوا في تونس ويخدموا في تونس. دونك هذا اون جينيرال سو كون بروبوز.